خير لكل المشاهدين. اليوم نهار الجمعة 15 ديسمبر 2017، على صباح شيدو فقرات جديدة من هلا ولغاية الساعة 11:30 بتوقيت بيروت. مثل العادي كل نهار جمعة بيكون نهار قصير لانتقالنا من بعدها إلى مكة لنكون مع وقائع صلاة الجمعة. إن شاء الله أكيد بيكون نهار مبارك وصلاة مقبولة للجميع من هلا. اليوم صار نص الشهر، يعني ابتدى العد العكسي لنهاية العام. جربوا تخلصوا كل شيء عندكم على الأجندة، كل شيء عندكم هي حسيتوا حالكم عم تقدفوا من أول السنة، جربوا تخلصوا، لأنه بنعرف أنه واحد كتير أوقات بيحمل إشياء معه للسنة الجديدة بيحاول يخلصهم قد ما بيقدر، بس دايما بتكون الإشياء صعبة. كل الأشخاص اللي كان عندهم صعوبات عديدة بخلال العام 2017 كلنا، يعني إن شاء الله يا رب بتكون سنة 2018 فاتحة إيديها لإلنا بأيام أفضل، وأكيد نجرب قد ما بنقدر ما نحمل عبء كتير، يعني نجرب نشيل عنا قد ما بنقدر لحتى نبدأ السنة ب، يعني إذا فينا نقول كيس أقل من الأعباء اللي بيكون واحد حملها من السنة للسنة. ومع هالفترة بلشوا كلهم بيسألوا شو عاملين؟ شو عاملين على رأس السنة؟ وين رايحين؟ شو حتعملوا؟ كيف حتظهروا؟ شو حتعملوا من أشياء بخلال ليلة رأس السنة؟ في ناس بيقولوا أنا ما بيعني لي أبداً، ما هي ليلة عادي مثل كل الليالي، بنقلب صفحة فيها وبس الساعة 12 بنعايد بعض وبنبدأ بصفحة جديدة. وفي أشخاص فعلاً هيك بيعطوها أهمية كثيرة، ببلشوا بنلاقي هيك في حجوزات كثيرة، كل واحد منهم محمس وين بدهم يروحوا، شو بدهم يتعشوا، كيف بدهم يجتمعوا، اي فنان بدهم يحضروا. وهذا الشيء اكيد بيصير من شخص الى اخر ومن اطباع الى اطباع اخرى، بتكون كل واحد منهم عنده هالتفكير المعين بحب يحتفل فيها لا راس السنه على طريقته المعينه. وايضا في ناس كثير بحبوا يقعدوا على التلفزيون يحضروا هيك برامج بتكون مخصصه لليله راس السنه. وين ما كنتوا مجتمعين، وين ما كنتوا قاعدين، شو ما كنتوا عم تحضروا، ان شاء الله يا رب اكيد بتكونوا دائما هيك مجتمعين مع الاشخاص اللي بتحبون. ولانه بنعرف انه في كثير اشخاص بيكونوا خارج لبنان وبيكونوا قاعدين بمناطق بعيده بدول بعيده، فيكن اكيد تقضوا معهم وقت عبر سكايب. الحمد لله اللي صار فيها سكايب والواتساب كول وكل الامور اللي فيها هيك كاميرا كمان بتحسسنا انه نحن موجودين مع الاشخاص قد ما كانوا بعاد وقد ما كانوا جغرافيا ما قادرين يوصلوا على لبنان وقاعدين بعاد عنا لاسباب عديده. وبنعرف قديش اللبناني معروف من زمان بالاغتراب، يعني ثلاث مرات اذا مش اكثر من اضعاف الشعب اللي عايش فيه عايشين خارج لبنان. ونعرف دائما انه هن فعلا بيحبوا يرجعوا على لبنان، يمكن صار لهم سنين ما رجعوا، يمكن صار لهم سنين ما عم يعرفوا شو عم بيصير بلبنان، ولما بيرجعوا بيقولوا واو عن جد حلو كثير هالبلد، عن جد في امور كثير عم نروحها علينا مع كل الصعوبات اللي بنمرق فيها، بس بضل في هيك فسحة أمل كتير حلوة، بدل في هيك روح جديدة نحن عايشين فيها، وهذا السبب اللي بخلينا نعشق هالبلد اللي هو بلدنا لبنان. اليوم شايف حسين ما راح يكون معنا لأنه نهار قصير اليوم بعالم صباح مثل كل نهار جمعة، إنما فقرات عديدة بتكون اليوم مخصصة لمواضيع مختلفة بخلال عالم صباح. وحتى كارلا اليوم راح تستحل مكانه للشيف حسين ايضا ب رح يكون عندها فقره مختلفه اليوم ورح تخبرنا عن امور فيكم تحضروها انتم بالمطبخ. يعني اليوم دغري مثل ما بيقولوا بالفرنساوي كيفا لا شاس بيغ سا بلاس، يعني عن جد اليوم شيف حسين ظهر من المطبخ استحلته كارلا بس لنهار واحد بس، ورح ترجع تترك هالمطبخ اكيد لحتى يكون معنا الشفيه وايضا بكره وبعد بكره بعالم صباح. بدايه عالم صباح مثل العاده مع شخص ما فينا نستغني عنه على مدار الاسبوع، كارمن والابراج. صباحكم بالخير. يوم الجمعة 15 ديسمبر كانون الأول، يوم القمر بعده مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج مائي برج العقرب، والأجواء بعدها جيدة جدا للأبراج المائية العقرب السرطان وأيضا الحوت. يلي نهاره جيد يستفيد من هالنهار لأنه بكرة وبعد بكرة مع تأثيرات القمر الجديد رح بتكون الأجواء مختلفة كليا على كل الأبراج. منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل نهار نوعا ما بخليك تضطر أنك تشيل وتحط جدول أعمالك، في بعض المسائل اللي بتطلب أنه تكون أولوية ومعليش إذا غيرت فيها. الجو اليوم بيطلب منك تكون إداري أكثر، تنتبه لتفاصيل أكثر وتطلب إثباتات. فإذا دفعت تنقول مثلا اطلب الفاتورة، دايما خلي معك اليوم إثباتات. وبتبقى المواليد اللي بعتبرها أكثر حظا 7-8 و9 نيسان أبريل. بنتقل لبش الثور. بالنسبة لك مولود برج الثور الجو بعده ضاغط من امبارح، لكن الجو منه تنقول انه في اشياء مستعصية مستحيلة صعبة ملبكة كتير، لا
مثل العادة، يمكن شخص بيسألك سؤال، يمكن طريقة اللي انت بتتفاهم معه او بتجاوبه يمكن ما تعجبه، او يمكن حدا بيكون عم بيحكي بطريقة او عم بيعمل شغلة مثلا بتستفزك. انتبه كيف عم بتكون عندك ردات الفعل. الجو اليوم بيطلب منك انك تتعلم المرونة. هيدي الامور المواجهات مش لحتى يصير في مشكل، المواجهات بتخلق لحتى تتعلم كيف اصول التعامل الدبلوماسي وبمرونه. بتبقى المواليد اللي بعتبرها اليوم اكثر توترا من غيرها، يعني تستفز بسرعه اكثر، هي مواليد 24 25 و 26 نيسان ابريل. بنتقل لبرج الجوزاء. اليوم مولود برج الجوزاء، قد ما عندك شغل بيضل أفضل من اليومين المقبلين. شو ما صار اليوم منيح، اليوم نهار أصلا لازم تكدس في جدول أعمالك، لازم يكون جدول أعمال حافل، لكن بشكل أنه شغلك يكون نظيف ومرتب، ما تترك مشاكل وأخطاء لأنه الخطأ يتأزم في اليومين المقبلين. يمكن تضطر تشتغل مع شخص تعتبره شريكك، أو تضطر أنك تواجه مسألة بحاجة إلى تنظيم إداري أو يمكن قانوني، فكون حذر. الأكثر توترا هي مواليد 15 16 و17 حزيران يونيو. بنتقل لبرج السرطان. الجو ايجابي، الجو بيحمل حل، الجو بيحمل تسويه. مولود برج السرطان هيدا نهار بيطمن لك بالك، ما احتمال انه يكون في تيسير لمساله عاطفيه كانت مش ظابطه، او لمساله عائليه كان في تعب قلق، او احد افراد العائله ما كانت ماشي قصته، اليوم في تطمين بال. الجو جيد جدا، فحاول تقوي علاقاتك مع محيطك، وهيدي نقطه كثير مهمه، نقطه ضعف عند مولود برج السرطان، لانه ما بيقدر يتفاعل مع محيطه، يعيش بمحيطه بطريقة جيدة إذا ما كانت الروابط ممتازة سهلة وسلسة. الأكثر حظا 5 6 و7 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد ما تنزع اليوم، لأنه المفاجآت الحلوة ناطرتك بكرة وبعد بكرة، وبالتالي اليوم بدك تشتغل على أساس أنه بكرة في مفاجآت حلوة. هلأ ما معناتها نحن اليوم نطبش البواب ونعمل مشكل مع مين ما كان لأنه بكرة نهار حلو والناس بتنسى اللي صار، لا، الفكرة هي أنه اليوم ما تعمل أخطاء لحتى بكرة تكون المكافأة كبيرة ودسمة، فما تنزع بإيدك. اليوم نهار كون في دقيق، طول بالك، كون متسامح، وحاول الامور تمشي بكل هدوء، وارميه بالبحر مثل ما بيقولوا، عمول منيح وكب بالبحر. الاكثر حظا مواليد 17 18 و19 اب اغسطس. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء ضروري اليوم توضح فكرتك، حتى ولو اولادكم يمكن تنقول مواليد برج العذراء، حاولوا انه تسمعوا لهم لانه عم بيحاولوا يقولوا لكم شيء، عندهم افكار، عندهم يمكن ملاحظات يمكن جارحه لانها صريحه وحقيقيه، عم بيحكوا الحقيقه، فانتبهوا لهم، اسمعوا لهم. مواليد برج العذراء اليوم عندكم افكار ذكيه وحلوه وممتازه، ضروري انكم تعطوا من هالافكار، يعني ما تخبوها، ما تستحوا، احكوه. أسلوب الطريقة اللي عم تقدموا هالفكرة حاولوا أنه تكون شوي هادي وشوي لطيف. الأوفر حظا مواليد 5 6 7 و8 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بعدك تنتمي إلى مجموعة الأبراج القوية المستقوية واللي عندها حظوظ، اليوم بكرة بعد بكرة الجو بالنسبة لك الحظوظ تنساب بطريقة حلوة معك وماشية معك، وبالتالي امشي مع هالتيار الحلو من الحظوظ. شو ما عملت اليوم بتنجح، نهار ممتاز لحتى تساوم فيه، تفاوض فيه، وتسترد حق أو تدافع عن مسألة معينة. تبقى 6 7 و8 أكتوبر تشرين الأول بعدها وهي الأكثر حظا. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب القمر بعده ببرجك، وبالتالي مولود برج العقرب بعده عنده الإشارة الخضراء، فما تحاولوا بقية الأبراج أن تسبقوا لأنه اليوم هو سباق. مولود برج العقرب قادر بلحظة بسرعة يقدر أنه يدارك الأمور ويرجع يظبط أموره، منه ضعيف موقفه، بالعكس تماما. مولود برج العقرب هنالك نوع من تركيبة جديدة، برمجة جديدة لبعض المسائل بحياتك، لاسيما مسائل مالية، أو يمكن لمسار بهمك أمره. المهم مولود برج العقرب تقدر تشيل وتحط وتعمل بدك اياه، مع احتمال انه يكون في خبر صار بانتظارك اليوم، لا سيما 5 6 7 نوفمبر تشرين الثاني، لكن لانه كوكب المريخ بعده ببرجكم كونوا حذرين مواليد 27 28 و29 اكتوبر.
كمل مع برج القوس. بالنسبة لك مولود برج القوس الكرة الأرضية بانتظار هالنيومون يلي رح بيكون ببرجك يلي هو مرة بالسنة بيصير. مولود برج هيدا مش هلا بالويك اند بعطلة الأسبوع، اليوم عند مولود برج القوس في تريث، في هدوء، في ركود، في مراوحة مكان، في زعل وفي قلق وفي حيصة، حايص ما عارف شو بدك تعمل، ما رح يطلع بإيدك شغل. نصيحة ما تحرق الورقة القوية، ما تلعبها اليوم، انطر لبكرة وبعد بكرة، هيدي نصيحتي الفلكية لإلك. الأقل حظا يلي ضرورة كتير يكون حذر اليوم لأنه كوكب زحل هو المؤشر للتوقيت السلبي عند مواليد 20 و21 ديسمبر، أما الأكثر حظا فهو مولود 10 11 و12 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي ما تنطر لبكرة، إذا غيرك ناطر، إذا أنت بمجموعة من أصدقائك وفي شخص أجل لبكرة، بكرة بده يكون المشروع، بكرة تنروح ونحكي، بكرة لنعمل كذا وكذا، أنت لا، لانه بكره وبعد بكره بتروح بالطوفه مثل ما نحن بنقول، وبالتالي اليوم وقتك، بكره وبعد بكره شخص اخر بده يستلم عنك، اليوم مولود برج الجدي قادر يحصل حقه، يشتغل بطريقه واضحه وجيده لا باس بها، بعكس بكره وبعد بكره النوعيه عاطله. الاقل حظا 8 9 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار جيد لحتى تكون موجود بضمن مجموعة هي قيادية، حتى أطفالكم اليوم لازم تعطوهم تشجعوهم لحتى يكونوا هني عم بيقرروا بحياتهم بنهارهم بعملهم مع أصحابهم. نهار بعتبره جيد لمواليد برج الدلو وبعتبره من الأشخاص الأقوياء، مع أنه اليوم شوي مولود برج الدلو على أعصابه ومنه كتير رايق ومعقول يلطش شوي شمال ويمين. الأكثر حظا 2 3 و4 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت نهار ممتاز، من الأيام الرائعة المهمة اللي بتعطيك مجال لحتى أنت تسبق غيرك، لحتى أنت تتفوق على غيرك، ويمكن حتى تحصل على ترقية مكافأة أو ميدالية أو يمكن حتى كلمة كتير حلوة. بجميع الأحوال نهار ممتاز لمولود برج الحوت، عنده اليوم أفكار كتير حلوة كتير ذكية، الكل أو الأغلبية أو الأشخاص اللي بهمك أمرهم رح بيوافقوا عليها ورح بيشجعوك عليها. نهار ممتاز لإلك على كل الأصعدة. الأكثر حظا 3 4 و5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة جيدة، سنة مهمة إذا بتشتغل على دعم كل شيء عندك من خبرات، ورشة عمل، مؤتمرات تحضرها، يمكن شهادة صغيرة، يمكن كونفرنسز تتابعها، يمكن إذا أولادكم مواليد اليوم يمكن حلو أنه يدرسوا شيء إضافي أو تتابعوا دراساتهم. سنة جيدة لكن نهايتها هي رح بتكون أفضل من بدايتها نسبيا. ديسمبر، نيسان، أبريل، أب أغسطس هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، أكيد رح تكون معنا هادية على الموضة وأيضا محطات عديدة، خليكن معنا. مع التغيرات المناخية نوعا ما ومع إطلالة الشتوية بشكل كتير خجول، اليوم هادي أكيد رح تعرفنا على عروضات الأزياء اللي عم بتصير حاليا أكيد بفقرتها على الموضة. صباح الخير هادية. صباح الخير غيدة، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم تحضرونا. أكيد كلياتكم صرتوا بعمق تحضيرات فترة العيد، تقريبا أقل من 10 أيام رح نحتفل سوا كلياتنا بعيد الميلاد بكريسماس، ومن بعدها كمان العد العكسي لنهاية السنة 2017، وأكيد كلياتنا عم نبلش نفكر إذا ما كنا فكرنا وما كنا حضرنا تيابنا واللوك تبعنا لراس السنة، صار وقت هلأ نتحضر لأقصى درجة. والحلو بهيدي الفترة تقريبا، مش تقريبا،
اكيد كملت كل المجموعات بالبوتيكات، وخاصه المجموعات اللي بيسموها الفاستيف بيريد. فاستيف بيريد هي عباره عن ازياء يعني كولكشن خاصه لفتره العياد اللي عم تكون موجوده عند عدد كثير كبير من الماركات الكبيره والصغيره بنفس الوقت. شو هن الماست هاف اللي لازم نعتمدهم لنكون باحلى طله بهيدي الفتره، فتره العيد؟ لاحظنا من العناوين اللي كانت كثير طاغيه هي اكيد حقبات بعالم الموضه اللي كانت هي فتره الستينات السبعينات وكمان الثمانينات والتسعينات اللي بعدها مكفيه معنا لاقصى درجه، للتسعينات اللي مركزين عليها المصممين باللوك المينيمال، وبنفس الوقت كمان الالوان الكتيره وكمان اللوك السبورتي وكمان اللوك المانز وير يا اما السوت يلي هالسنه راجع بقوه كتير، بس مش حيلا سوت هالسنه، بنلاحظ السوت يلي مشبعه بالانوثه لاقصى درجه. من النقشة الدارجة هالسنة هي الايكوسي يا اما مثل ما اللي مثل اللي لبستها هالسنة موجودة كثير بالاسواق، بس يمكن في كثير ناس بيشوفوا بيقولوا لا مش معقول نلبسها لما بتذكرنا كثير بالتسعينات. فيكم تتجرأوا وتلبسوها وتعتمدوها لهالموسم وتكونوا باحلى طلة. والشغلة الاساسية لفترة العيد هالسنة الميتاليك، الميتاليك اللي كان وين ما كان على كل التدرجات، الالوان من الفضه الذهبي الميتاليك بلو الميتاليك بينك، كل هيدول التدرجات من الميتاليك اخر موضه. والماست الماست الماست التوتال لوك بايت، البايت جرأوا البسوه حتى فيكم تلبسوه كمان بنهار، بس اكيد كنت تنتبهوا على التوتال لوك بشو تعملوا كيف كنت تعملوا الميكس اند ماتش للبايات. بس كمان الميتاليك كتوتال لوك هالسنه اخر موضه، البايات اخر موضه. فلكل الاشخاص اللي مش عارفين حالهم وممكن ما بحياتهم فكروا يلبسوا بايات بفتره الشتاء يا اما الميتاليك، فيكن تلبسوا وتعتمدوا وتكونوا على اخر موضه وتكونوا واثقين من نفسكم لاقصى درجه حتى تكونوا باجواء 2017. شو في عنا اليوم؟ بعدنا اكيد مكفيين سوا اجواء خريف شتاء 2017-2018، بس بحب خبركم من السنه الجديده رح نبلش ونفوت بعمق لربيع صيف 2018. اكيد في كثير ناس هلا يمكن بعد ما عملوا شوبينج لهالموسم لازم يعرفوا شو الاشياء الدارجه للشتويه، بس بحب للصيفيه، بس بحب خبركم الصيفيه في اشياء كثير حلوه ناطرتنا حتى نكون كمان باحلى طله. بس هلا خلينا نتمتع بهالموسم اللي نحن فيه، ومثل ما ملاحظين انه البرد ابتدى، كمان فينا ندفي حالنا لاقصى درجه بالجلود بالفرو وبالصوف يلي موجود بقوه بعدد كثير كبير من البوتيكات الصغيره والكبيره. خلينا ننتقل ونشوف سوا من احدى احلى المجموعات يلي عم بحوزوا على نجاحات كثير كبيره، ماركت دالبوزو. دالبوزو من احدى الماركات يلي بيعملوا مزيج ستيل الستينات يلي مختارين فتره الفتره المستقبليه يلي كثير كلين كثير مينيمال مع الخطوط المتميزه والالوان القويه. ننتقل ونشوف دالبوزو واكيد لخريف شتاء 2019-2018.
فاذا شفنا سوا مجموعه دالبوزو مثل ما كنت عم خبركم بالاول انه هالسنه لازم نركز كثير على البايات، ومثل ما لاحظنا دالبوزو يمكن من احدى المجموعات وشغله بيتميزوا فيها هي استعمالهم للالوان ومزيج الالوان مع بعضها، ومنلاحظ اللوكس كيف نشتغل البايات. واصلا لما بننزل على الاسواق بنلاحظ انه في كثير موديلات من البايات هالسنه اللي كثير دارجه، وحتى كمان فينا هالسنه نلبس البايات بالنهار ونكون على اخر موضه، بس اكيد مثل ما بنعرف في مثل هيك خط كثير صغير يعني مثل شعره كثير دقيقة لتفصلنا عن اللوك المميز واللوك التاكي، خاصة لما بتجي لعبكرة. لعبكرة يعني لما نختار قطعة من البايات نجرب ننقي الاشياء اللي كثير بسيطة ونمزجها مثلا مع توب من البايات، يا يعني مثلا مثل بليزر من البايات، ونكون اكيد واثقين من حالنا، بس انه نلبس شيء تحتها يا اما الميكس يكون بسيط حتى نعطي مش نعطي لوك مثل كانه رايحين نسهر بنهار. يعني فينا نقول انه هالسنه عالم الموضه والمصممين وكل الماركات المساج اما رساله عم بيبعتوا لنا اياها لنا كلياتنا هو البيرسونال ستايل. فينا نلبس ثيابنا من على بكره العشيه، بس لكن مثل ما قلت لكم في شعره صغيره كثير لتفصلنا باللوك يلي مش مميز، يعني كل ما علينا الا نظهر جمالنا بطريقه مميزه وحلوه ونعرف كيف نعمل ميكس اند ماتش باللوكس تبعولنا حتى نقدر نفصل من النهار لعشيه، وهيك بنكون باحلى طله. واكيد لهالفتره فتره العيد لما تكون تختاروا اي قطعه تعملوا الشوبينج تبعكم نقوا الموديلات يلي بتفرجي جمال جسمكم بطريقه كثير حلوه. وشغله كمان كثير اساسيه لازم كل حدا وكل ست تركز عليها هي ما نتأثر بالمقاس. هلا في كتير سيدات عندهم مثل هيك نوع من عقدة انه كل ما شافوا قطعة قياسها اصغر وبدهم يلبسوها كل ما انه بينبسطوا انه يي فاتت علينا هيدي القطعة، بس باكترية الاوقات اذا قطعة مش على قد المقاس تبعنا فيها تبيننا ناصحين اكتر ما تبيننا ضعاف. من هيك اختاروا القطعة يلي مريحتنا مش انه مبينتنا مثل توب دواء الاسنان، لانه رح تبين عن جد كتير ناصحين. من هيك اختاروا القطعة ما تطلعوا على القياس، طلعوا على الفت القطعة كيف مبينة عليها. هيدي الاشياء الاساسية الواحد لازم يركز عليها لما بتجي على الشوبينج. بلس اكيد بفترة العيد بدنا قطع تريحنا مش تخلينا انه نندم انه اشترينا القطعة، يا اما منا مبسوطين بالسهرة. فكر بالراحة اول شيء. ومن هيك اصلا اذا بتلاحظوا عالم الموضة عم نلبس كتير زحف اكترية الاوقات، بتطلع عم نلبس كتير كعب الا للسهرات الكبيرة، وهو بال باك اوف ذا مايند تبع الديزاينرز، وهو بدهم راحتنا نحن اول شيء. من هيك انتم بنفس الوقت كمان فكروا كيف المصممين بدهم يريحونا، كمان بنفس الوقت احنا بدنا نريح حالنا، لانه صحيح مثلا بنشتغل منها على بكره لعشيه، بدنا على بكره نكون مرتاحين، ونفس الشيء من عشيه نكون مرتاحين باي قطعه لابسينا من الفستان، البنطلون، جاكيت، لازم نكون مريحين. وكمان بقول لكم انه بتكونوا باحلى طله اذا كانت القطعه ركز كتير مش جاي كتير ضيقه. وهيك مع هالاخبار نوصل لنهايه فقره على الموضه، ننتقل لعند غيدا تخبرنا شو بعد في عنا بعالم الصباح. شكرا هادية، رح نتابع اكيد محطاتنا بعالم الصباح. بعد لحظات رح يكون معنا جمال بحلقه جديده من ليبوكسين، وايضا من بعدها كارلا بحلقه هيك مفصله من المطبخ، وايضا مايا ببيت بيوت. لا كارلا ما حيكون معنا اليوم، مايا، واكيد محطات عديده لها علاقه بالسينما لحتى يفشوا لي خلق لي انا، وخاصه نخبركم عن اخر الافلام اللي بالصالات. بعد لحظات خليكم معنا.
رح نتابع محطاتنا وافلام كثير. يعني هلا الموسم بيكون في افلام عم تنزل وحده ورا الثانيه، يعني افلام عديده فعلا بده واحد يلحق يحضرها اذا عنده شغف بالسينما مثلي، اذا لا اخذوا وقتكم شوي شوي لحتى تحضروا الافلام الموجوده حاليا متعلقه بكل الانواع، اكشن، هورر، كوميدي، افلام متعلقه بالميلاد، فرنسي، عربي، لبناني ايضا. كمان في هلا يعني اذا فينا نقول في دفق كبير من الافلام اللبنانيه رح تنزل ايضا مع نهايه هالعام. خلينا نشوف هيك جوله سريعه عليهم بالسينما. Until you have learned to use your voice properly, do not sing. Do not even practice. Nothing. Silence. Silence is the most important. ضمن افلام هالاسبوع فيلم البيوغرافي The Music of Silence عن قصة حياة التنور العالمي أندريا بوتشيلي من وقت ولادته مع مشكلة بعيونه بتأدي لخسارته نظره، ولكنه بيتحدى كل الصعوبات ليحقق نجاحه الكبير، مع توني سيباستيان، جودي مولا، أنطونيو بانديراس بدور المايسترو، وأحد منتجي الفيلم هو الأردني معتز نابلسي. فراتي سامويل have all vanished and I'm back being supported by my fellow. Do you understand? We got a big surprise. A trampoline? Another pony? Fake IDs? It's even better. This year, no more back and forth at Christmas. We're not doing the back and forth. Nope, I just said that. Yay! A together Christmas like a normal family! A together Christmas! وفيلم الكوميدي Daddy's Home 2 من بعد سنتين على تأقلم زوج الأم السابق والجديد مع بعضهم، بيضطروا هلأ لتحمل أبائهم خلال عطلة الأعياد مع مارك وولبرغ ويل فيريل وانضمام ميل جيبسون لهالجزء. Why don't you bring the car around? I'm not the driver. I'm Brad. Stepdad? My dad's coming too. Dad? That sweater. He wears a red sweater so I can see him in a crowd. There's my big man! We may have the same problem. I have an idea. So what's the rush? I'm getting married tomorrow. والفيلم الدرامي The Mountain Between Us عن غريبين مضطرين يخلقوا علاقة مع بعضهم من بعد تعرضهم لحادثة طيارة مؤسفة لحتى يقدروا يتخطوا الصعوبات بمكان وجودهم وسط الثلوج بالجبال، مع كيت وينسلت وإدريس ألبا والإدارة للمخرج الفلسطيني الكبير هاني أبو أسعد. It's never the right time. If I knew where my dad was. والفيلم العائلي Wonderstruck عن صبي عايش بالميدويست وحياته عم تتزامن مع قصة بنت عايشة بنيويورك من 50 سنة، وعم بيحاولوا يكتشفوا رابط غامض ومشترك بيناتهم مع جوليان مور، ميشيل ويليامز وغيرهم. How do you know my name? راح نتابع محطاتنا هلا وجمال صار موجود معنا لحتى يخبرنا عن ليبوكسين بالتفاصيل اكثر. Vingt-cinq ans de recherche sur la santé m'ont permis de développer pour vous l'hypoxine. Avec l'hypoxine, je vous garantis, test clinique à l'appui, que vous allez perdre du poids. Grâce à deux actifs 100% naturels et brevetés, vous allez perdre entre 4 et 6 kilos. Avec l'hypoxine, brûlez plus de 500 calories par jour sans aucune contre-indication. Hommes et femmes, avec l'hypoxine, perdez vos kilos en trop. فإذا شفنا باللابراتوار إريك فافر عم بيخبرنا عن ليبوكسين، بس نحن عنا هون بالستوديو جمال ديك رح يخبرنا تفاصيل أكثر عن أسئلة كثيرة هيك بتورد إلى الأذهان، خاصة من بعد ما عرفنا عن ليبوكسين بالفترة الأخيرة. جمال صباح الخير. صباح النور. هلأ مع نهاية العام بتكتر كمان العزايم والظهرات والأكلات والفجعني إذا فينا نقول بيقول لأ وشي وغيرها من المواضيع، قديش فعلا ليبوكسين يعني اللي جرب قد ما بيقدر يحافظ ويكافح الهجمة على الأكل قديش بيقدر فعلا أنه يحافظ على على هالموضوع أو على الوزن اللي خسرناه من قبل بخلال هالفترة ومع السنة الجديدة أيضا؟ هلا اليوم نحن فاتين على أعياد بلشنا خلص نحن احتفالات وديجا كل العالم يعني عزايم وولائم و
وهلا الميلاد مع التركي ومع والمارون غلاسي وهدول كلهم كلياتها اشياء دسمه وكلياتها اشياء بدنا نكسب وزن كثير عالي فيها او بدنا ناخذ سعرات حراريه اكثر. اليوم الليبوكسين مثل ما عم نشوف برودوي فرنساوي مدروس جدا، عنده 3 تيست كلينيك مصنع بفرنسا بواحد من اهم المختبرات الفرنساويه، اذا ما كان اليوم رقم 1 باوروبا كلها. اكيد اليوم مختبر اريك فافر مش بس ليبوكسين، في عنا اكثر من 1300 برودوي موجودين بالسوق الحمد لله، ولهم صيت كثير كبير وافيكاس لدرجه كثير عاليه. هذا هالليبوكسين هو نتيجه خبره 25 سنه اذا ما اكثر من دراسات من اكيب عم يشتغل ليل نهار تقدرنا وصلنا لهيدا الفورمول يلي بيخلينا نتخطى موضوع انه الوزن الزايد صار يعني من الصعب جدا انه نتخلص منه. اليوم بفضل الليبوكسين في عنا صار يعني باب كتير كبير لحتى نقدر نخسر وزن ونقدر نحافظ على جسمنا. صحيح. تدريجيا اكيد اليوم مع الرياضة، لانه نحن بمختبرات اريك فابر كتير في تركيز على موضوع الرياضة. الرياضة هي شغلة اساسية جدا، اكيد مفترض تكون دايما متلازمة مع اي ريجيم بدنا نعمله، ما فينا نعمل الشيء ونعمل عكسه. دايما مفترض انه تنقدر نخفف وزننا لازم يكون عم نعمل الرياضة بالاضافة لعم ناخد مكمل غذائي مدروس جدا مصنع مثل ما قلنا بواحد من اهم المختبرات بفورمول كتير كونسنتري كتير مركزة تنقدر نوصل للوزن اللي بدنا اياه. بتعرفي غيدا مع التقدم بالعمر ما بدنا نحكي كلياتنا نحكي عن بناس بعاد ما نحكي على حدا تاني مع التقدم بالعمر الميتابوليسم بتصير ابطا بكتير. صحيح. فنحن اليوم تنقدر نخلي هالميتابوليسم بعدها عم تشتغل وبعدها عم تشتغل بنشاط اكثر واعلى، مفترض انه نلتجئ لهذا المكمل الغذائي اللي اسمه ليبوكسين اللي هو جلافينويد زيت عرق السوس بدوز كتير عالي 100 ملي جرام، الكارنيتين بدوز كتير كتير مهم بيوصل للألف ميلي جرام، مع الجرين تي و22 نوع أمينو أسيد موجودين بهالفورمول هيدا يلي اسمه خليط كامل، يعني خليط كامل تنقدر نزيد الكتلة العضلية، لأنه كل ما ارتفعت الكتلة العضلية كل ما الجسم كمان صار عم يحرق بشكل أفضل وأحسن. فلذلك مع الرياضة مع استخدام الليبوكسين أنا بأكد لك تماما نحن رح نكون بالوزن المثالي، بس أكيد تدريجيا مش بشكل مثل ما انا حبه سحر يعني اكيد ابدا انه عم ناخذ حبه وتاني نهار ما في، هيدي عصا سحريه مش موجوده هيدي اكيد بالفيري تيلز. بس هون كمان اسئله كثير بتتبادر للاذهان اللي هي قديش ممكن واحد الوزن اللي خسره قديش ممكن يسترده، يعني دائما الخوف انه راح نرجع نسترده، كيف شو بدنا نعمل قديش بدنا نعمل يعني مينتننس لحتى نقدر فعلا نحافظ على الوزن اللي خسرناه، لانه ما حدا بيكون خسره بطريقه سهله. صح. فيك تكسبي وزن يمكن بطريقة أسرع بكتير من أنك تخسري وزن أكيد. بطريقة سريعة جدا، لأنه خسارة الوزن بطريقة سريعة جدا منا شغلة صحية أبدا ولا العكس كمان. صحيح. فلذلك نحن اليوم أكيد مع استخدام الليبوكسين ما رح نسترد الوزن بشكل يعني مفاجئ، لأنه ما عم نخسر مي، نحن عم نعمل 2 كيلو دهن تقريبا من كيلو ونص ل 2 كيلو دهن بالشهر مع الليبوكسين، فهيدي الشغلة عظيمة جدا، عم نخسر حجم وعم نخسر الدهن هو الشيء الأساسي جدا جدا، عم نقدر نعمل من 4 ل 6 كيلو. بس أنا بدي أقول لك شغلة، اليوم أنا بدي أخسر وزن أوكي وخسرت وزن، بس بدي أرجع لعاداتي اللي أنا كنت فيها بالأساس، الأكل الإفراط بالأكل عدم التوازن بالأكل، ما عم بنظم وجباتي، ما عم بنظم، ما عم بعمل رياضة، ما عم بعمل كل هالأشياء تقدر حافظ على جسمي، ما عم بعمل المينتنس المطلوبة، أكيد مع الوقت بدي ارجع استبد الوزن. بس هذا الشيء نحن ما عم نخسر المي ورديناهم بالاسبوع اللي وراه مثل بقيه الاشياء المتواجده بالاسواق، نحن عم نخسر دهن اكيد شغله كثير مهمه، عم نخسر اكيد مع الدهن المي الزايده، بس انا مفترض اني حافظ على اللايف ستايل تبعتي يلي هي بقدر انا بعرف كل شخص بيعرف حاله اليوم العشاء المتاخر العشاء الدسم الحلويات كل هيدي الامور توازن بالاكل مطلوب جدا تنقدر نحن نحافظ فعلا على وزننا، والا رح نرجع حكما نوصل لانه نرجع نستعمل
هالمكمل الغذائي عن جديد. طب هون اللي بلشوا من قبل هون لحتى اللي بيخافوا انه يرجع يكسبوا وزنهم، اذا حدا عم يبلش هلا شو بدنا نقول له؟ يعني هلا بهالفتره اللي هي فتره قديش حلوه وقديش طيبه، بس كمان قديش في عندها ارتدادات من بعدها. اكيد انا بقول لك شغلي، نحن ما لازم نحرم حالنا من شيء. صحيح. انا ما بنقدر ابدا ابدا، بالعكس نحن بناكل كل شيء لكن بكميات مقبوله جدا دون الافراط بالاكل ودون انه طيب اليوم مثلا عنا عيد قوم انا مثلا اهرب الجاتو كله اتسلى فيه بالنهار مثلا، اكيد لا. في ناس حتى ما فيهم يناموا اذا عارفين في جاتو بالبراد. هيدي بعرفها انا اشخاص أكيد. موجودين يعني. في جاتو بالبراد ما بيقدروا يناموا، بدهم يقوموا يرجعوا ياكلوا ياكلوا من الجاتو احسن ما يهرب. لذلك انا بقول لك شغله، التوازن شغله كتير كتير مهمه. لا ناكل من كل شيء بس بكميات مقبوله، والافراط بالاكل رح يوصلنا للافراط بالوزن بطبيعه الحال. بطبيعه الحال اذا طلع الوزن وصلنا لمحل من الصعب جدا، لانه اليوم الوزن الزايد هو باب لشو؟ باب لكل الامراض المستعصيه. اول شغله الوزن الزايد، ان كان الضغط، القلب، السكري، كل هالمشاكل يلي بتترافق مع الوزن الزايد موجوده نتيجه انه شو بتاكل، شو انت، شو جسمك. صحيح. فلذلك التوازن مطلوب بكل شيء، والرياضه شغله اساسيه. هيدي هي الرياضه، هي اللي بدها ترافق كل شيء. الرياضه اي، بس مش انه ما رح نسكن بالجيم. لا يعني لا ما رح نقول له، انا بقول له نص ساعه اليوم مع الليبوكسين عم نعمل كارديو مثلا، عم نعمل الشيء الطبيعي المقبول، رح يكون عندنا وزن كتير مقبول. ما عم نقول انه نحن تنكون بال توب موديل او هذا، لا، بس بالقليله انه رح نقدر نشيل الدهون يلي ممكن تشكل مشاكل، ومشاكل كتير كبيرة لقلنا لبعضين. كم حبة بالنهار؟ هيدي العلبة فيها 80 حبة. بدنا ناخد 4 حبات بالنهار. إذا كان عنا بروجي رياضة بدنا ناخدهم قبل بنص ساعة من الرياضة، من الرياضة اللي بدنا نعملها. إذا ما في عنا هالنهار بروجي رياضة بفضل إنه ناخدهم على الريق الصبح 4 حبات. دغري ضربة واحدة. ضربة واحدة. عم ناخد الدوز المطلوب. على الريق. على الريق. وأكيد أكيد أكيد بأكد لك إنه هيدا البرودوي الريبيتاسيون تبعه كتير عالي. اليوم موجود بكل الصيدليات بلبنان، موجود على الويب سايت، موجود عنا بكذا دولة، إن كان بلبنان، بالإمارات، بالأردن، بالعراق، بفرنسا، وأونلاين وورد وايد لقلنا. بأكد لك شغلة أساسية جدا، كونتر اف بي ما في، كونتر انديكاسيون ما في أبدا، يعني أعراض ما بيتعارض حتى مع ولا دواء ولا مع نهائيا ما في. هيدا البرودوي مدروس جدا، مسجل بأكثر من 70 دولة حول العالم. كل الناس بتعرف اليوم تجيل المكملات الغذائية إذا ما شغلة مدروسة ومعروفة يصعب جدا تجيلها، يعني منه برودوي جاي من الفضاء، من الفضاء أو مش معروف شو الفورميل تبعه، مثل كتير أشياء عم نشوفها للأسف بالأسواق. فعلا أبحاث كتير ودراسات عديدة معروف شو هذا البرودوي. دايما كان معنا إريك فافر وعم نشرح وعم نشوف، عم نشوف التيمونياج اللي عم يجوا معنا، وعم نشوف هالناس يلي عم تخسر وزن بشكل صحيح. حتى اليوم كل الجيمات اليوم او الناس يلي بيعنوا بهيدي القصص عم بيشوفوا هيدي البرودويات، وكتير عم تعجبهم هالفورميول، خاصة الرياضيين لما يشوف 100 ميلي جرام الكارنيتين بيعرف قديش اهميته مع 22 نوع امينو اسيد. كم حبة؟ اربع حبات. قديش وقت؟ نص ساعة. قديش يعني على قدي فترة؟ على قديش هلا اليوم قديش عندك وزن زايد؟ يعني هي ديبون قديش في عندك وزن زايد. ان كان عندك مثلا 4-5 كيلو بدك تشيل اليوم، انا برايي من 4-6 كيلو عم نقدر نعمل بالشهر، هيك الدراسات اللي عنا. ممكن نعمل اكثر بس الشيء الطبيعي هيدا هو بين دكاترة اساس كيلو. اليوم اذا عندنا وزن 20-30 كيلو اكيد بدنا فتره علاج تمتد من 4-6 اشهر تنقدر نعمل نرجع للجسم المطلوب ونرجع للوزن اللي نحن بدنا اياه، اللي نحن بدنا اياه ونحافظ عليه. اكيد هيدا هو الاساس، مش نقول نحن اخذنا حبه وهيدي هي السحر وانتهى الموضوع وبناكل. اكيد هيدا هو الاساس، نخسر ونحافظ. طبعا هيدا بالدرجه الاولى هو حلم كل شخص انه طبعًا. يقدر فعلا يحس حاله انه قدر يحقق شيء وكفى عليه. نحن بنرجع نشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي بعالم الصباح، راح نتابع محطاتنا وننتقل من بعد لحظات لكارلا بخفيف نضيف. خليكم معنا.
مثل ما قلت لكم قبل شوي، في كثير افلام حاليا موجوده بصالات السينما، وما قدرت ما اقطع لكم وحده ثانيه يعني كمان لحتى تشوفوا قديش في خيارات كبيره، خاصه وانه ايضا في افلام عديده لكل العائله، لانه هلا بنعرف مع موسم الاعياد ايضا بصير في فرص عديده للمدارس والجامعات وغيرها. بقى استغلوا الظرف، روحوا احضروا افلام. اخترت لكم بعض الافلام اللي موجوده حاليا بالسينما. To change my life. Until you have learned to use your voice properly, do not sing. Do not even practice. Nothing. Silence. Silence is the most important. ضمن أفلام الأسبوع فيلم البيوغرافي The Music of Silence عن قصة حياة التنار العالمي أندريا بوتشيلي من وقت ولادته مع مشكلة بعيونه بتأدي لخسارته نظره، ولكنه بيتحدى كل الصعوبات ليحقق نجاحه الكبير، مع توني سيباستيان، جوردي مولا، أنطونيو بانديراس بدور المايسترو، وأحد منتجي الفيلم هو الأردني معتز نابلسي. We got a big surprise. A trampoline? Another pony? Fake IDs? It's even better. This year, no more back and forth at Christmas. We're not doing the back and forth. Nope, I just said that. Yay! A together Christmas like a normal family. A together Christmas! وفيلم الكوميدي Daddy's Home 2. من بعد سنتين على تأقلم زوج الأم السابق والجديد مع بعضهم، بيضطروا هلأ لتحمل أبائهم خلال عطلة الأعياد مع مارك وولبرغ والفريل وانضمام ميل جيبسون لهالجزء. We may have the same problem. I have an idea. So what's the rush? I'm getting married tomorrow. والفيلم الدرامي The Mountain Between Us عن غريبين مضطرين يخلقوا علاقة مع بعضهم من بعد تعرضهم لحادث الطيارة مؤسفة، لحتى يقدروا يتخطوا الصعوبات بمكان وجودهم وسط الثلوج بالجبال، مع كيت وينسلت وإدريس ألبا، والإدارة للمخرج الفلسطيني الكبير هاني أبو أسعد. I'm gonna die. Was my dad an astronomer? Another time, okay? When it's the right time. It's never the right time. If I knew where my dad was. والفيلم العائلي Wonderstruck عن صبي عايش بالميدويست وحياته عم تتزامن مع قصة بنت عايشة بنيويورك من 50 سنة، وعم بيحاولوا يكتشفوا رابط غامض ومشترك بيناتهم، مع جوليان مور، ميشيل ويليامز وغيرهم. Booba. Oh, what's this? Ah, this is London. It's wonderful. Aunt Lucy always dreamed of coming to London. She saw this. It would be like she. وفيلم الكوميدي Paddington 2 بنسخة 3D، وهو الجزء الثاني المرتكز على شخصية Paddington Bear الشهيرة للأطفال، وهو عن Paddington الدب اللي صار جزء مهم من العائلة ومن المجتمع اللي عايش فيهم، مع هيو جرانت وكتار غيره. Killed himself. How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Vincent left this letter. فيلم البيوغرافي Loving Vincent، وهو أول فيلم أنيميتد كلوحة فنية من خلال الرسم على الزيت على طريقة فينسنت فان جوغ، وقت اللي بتم إيصال رسالة لشقيق فان جوغ بعد سنة على وفاة الفنان المبدع. His neighbors and the police and the whole town against an ill man. Vincent, what have you done? We all knew something was very wrong. Vincent! Votre roman m'a vraiment bouleversé, Elsie. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi, ce livre. Ça doit pas être simple, ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Ou le film drame, il fait
based on a true story عن كاتبة بتمر بمرحلة صعبة من بعد إصدار آخر كتاب لإلها وبتغرق بعلاقة مع معجب مهووس مع إيمانويل سينيه إيفا غرين وفنسان بيريز والكتابة لأوليفيا أساس والإخراج لرومين بولونسكي. Elle a mordu à l'hameçon. حبيبتي ثانك يو. راح اتابع اليوم ومثل ما قلنا لكم شيف حسين غاب استحلينا المطبخ نحن بس اليوم بس نحن اليوم اكيد بحلقه خاصه مع كارلا رح تخبرنا عن البهارات والتوابل الاشياء اللي بتطيب الاكل بحلقه جديده من خفيف نظيف مع دكتور كارلا. يا صباح الخير. يا صباح النور. شوف انا اليوم حاسه حالي هيك غريبه لانه واقفه هون محل الشيف حسين. لا بس ما تزعل شيف. لا اسال لك شغله ايه. انه نحن انا مستحله المطبخ باذن بريدا باذنه للشيف ايه. وعلى كل حال كل الاغراض هو حضر لي هون شفت في احلى منه كمان. حسون يا الله ميرسي كثير يعطيك الف عافيه ويعني حسه موجود بالمطبخ صحيح. اليوم صحيح اذنه واغراض اللي هو جايبهم صحيح. اليوم مواضيع عن جد يعني موضوع كثير مهم اللي هو طبخ بلا نكهه ما له طعم ما بيمشي صحيح. بقى اليوم رح تخبرنا عن كل هالمواضيع كارلا رح اترك الكلام لاليك وانا هون رح اكون ايه. المساعد تبعيتك اليوم اسيستنت شيف جاهزه انا سو شيف اليوم سو شيف اليوم غيدا اللي عم تحكي مزبوط بالنسبه لكل النكهات اللي نحن منعوزها وخاصه الشخص اللي بده يطبخ هلسي لانه دايما الفكره السائده انه الاطعمه الهلسي او الصحيه بلا طعمة. ما لها نكهه بلا طعمه فهون كل الامور اللي حنحكي عنها طبعا تعرف تحت عبارة condiments باللغة الإنجليزية أو طبعا اللي هي مش منكهات بصورة خاصة إنما صلصات توابل وتوابل تضاف مع الأكل إلى جانب الأكل معظمها صلصات هلأ في أشياء كتير صحية ما لازم نخاف منها جاهزة فينا نحصل عليها وبتعطي هالنكهة يعني إذا عم تاخدي ستيك مشوي نقطة من هالصلصة خلاص تعمل كل الفرق البطاطا المشويه اللي نحن ما بنحبها كثير بنفضلها مثلا مقليه كمان شوي من هالصلصه او الدب بتغير كل النكهه هلا رح نعمل بعد شوي كم صنف انا وياكي بس خاصه الاصناف اللي بيكون فيها مثلا كثير مايونيز رح نشوف كيف بدنا نخفف فيها وفي قصص لا نستعيرها من السوق ما في مشكل جاهزه هلا اذا بتطلعي على احصاءات شو اكثر شيء صلصات تستعمل مع الأكل هن خاصة بمنطقتنا نحن وحتى بالأوروبا يعني تحدينا كمان الولايات المتحدة هن هول الثلاثة بالإضافة للصويا يعني عندك الكاتشوب عندك الخردل عندك المايونيز وعندك الصويا صوص الصويا صوص هلا صارت اكثر واكثر داخله لانه استهلاكنا صار طبق الميزه اللبنانيه صارت السوشي صحيح الميزه اللبنانيه صارت سوشي هلا صارت داخله بالكويزين عندنا بمطبخنا صحيح. هلا انا بس لنقول اجمالا شو يلي منخاف منه من كل صنف هلا رح نبلش بالخردل اللي هو ما بينخاف منه ابدا اللي هو اصلا مصنوع من حبوب الخردل هو الخردل عفوا مثل البهار هي حبوب بتنطحن وبيستخرج او بيطحنوها بيعملوها مثل نوع صلصه وبيضيفوا لها اوقات شويه خل كميه كثير قليله من الزيت يعني اذا بتلاحظي أنجأ فيها زيت يعني نقطة كتير قليلة وإذا استعملت مثلا ملقة منها ما بتعطيك أكثر من 10 أو 14 كالوريز وبعنه بتعطي طعمة يعني كمان بتنكي كتير صحيح. يعني صح. ملقة صغيرة تحطيها بجات السلطة أوه بتحسي فعلا بمفعولة وخاصة كمان فيك تجيب الأصناف اللي هي مثلا الموتار دو ديجون طعمتها بعد أقوى بعد صحيح أنا أفضل الموتار العادي ديجون لقيها أقوى قوية كتير هيك حدي كتير أشخاص بفضلوا الامريكان ماسترد اللي هو الخردل الامريكي ما يعرف بالامريكي بيكون اصلا لونه اخف شوي وطعمته منا قويه اقل حده اقل حده نعم عندك طبعا الكاتشب اللي هو صديق الشعب صلصه البندوره او عصير البندوره بشدوها بسكر بخل وبهارات وطعمات وملح الى اخره
طبعا المشكلة الأساسية بالكاتشب هو السكر. في كتير أشخاص بيعملوا كاتشبهم الخاص. أنا عندي بكارلز جوتفود بعمل كاتشب الخاص طبعنا. ليه؟ لحتى أتحكم بكمية السكر. صحيح. ما بيمشي من دون سكر أكيد، أولا لأنه لا يعطي هالطعمة لغير شكل. ممكن أنه نحن نستعمل أقل، وطبعا لازم يحطوا شوية يشدوا. طب اللي بحط سكر مثلا هو اللي بيعمل كاتشب الخاص فيه ممكن يحط مثلا سكر صناعي؟ والله ما جربت ابدا لانه ما بعتقد السؤال. ما بعتقد يتبادر الى الاذهان بتعطي طعم مثل اللي بدنا اياها، فمعلش خلينا نحط السكر العادي خلينا نعيشه على الاخر بس تكون بكميه اقل. فهون بس لنعطي فكره للمشاهدين، كمان ملعقه، يعني هون تقريبا بالصحن عندك ملعقتين من الكاتشب. بكل ملعقه كبيره تقريبا فيها بين الملعقة للملعقتين صغار من السكر حسب طبعا الماركة اللي عم نستعملها أو حسب النوع الكاتشب اللي عم نجيبه. في هدول الملعقتين الكبار هلأ من الكاتشب كم كالوري؟ هيدول يعني الملعقة من الكاتشب تقريبا بدك تحسب فيها بين 25 و30 كالوري حسب السكر اللي فيهم، يعني هو الاثنين حوالي تنقول 50 أو 60، يعني فيهم هي من السكر مش شوي من البندورة بس مش من شيء تاني. صحيح. وطبعا عندك حبيب الشعب حبيب الشعب المأزي المأزي اللي هو طبعا مصنوع حبيب الشرير هيدا من صفار البيض والزيت، وفي أصناف تختلف عن أصناف يستعملوا فيه منهم زيت زيتون، أوقات أصناف زيوت تانية مثل دوار الشمس وغير. هون الملقعة الصغيرة هي مثل كأنك عم تاخذ ملقعة زيت، يعني ملقعة الصغيرة هي 45 كالوري. شفت قديش كيف طلعنا للعشرة للعشرين، 25 للـ45. طبعا إذا استعملت الصغيرة هيدي الملاعق الصغيرة طبعا هون عم نحكي الملاعق كبار مأزي مأزي، مشان هيك وقتا نعمل خليط. هلأ إذا بدنا نعمل خليط أنا ويك إذا ضل عنا وقت بنحط ملعقة صغيرة من المايونيز، ملعقة كبيرة من المتار من الكاتشب، وملعقة كبيرة أو أكثر من من الخردل. يعني بس كثير تضغى كثير طعمة الخردل. صح تضغى طعمة الخردل. حرام عليك يعطينا بعد أكثر. لا اللي ما بيحب مشكلة، أو ساعتها بتكثر الكاتشب أكثر شوي لأنه سعرات الحرارية أقل. طبعا في عندك أصناف المايونيز اللي هي نص دسم مش بطالة، بس كيف بنستفيد منها غيدة؟ كيف؟ وقت نضل عم ناخذ ملعقة صغيرة من كمان ليش لحتى ما يطلع لك كالوريز كتير او طيب. اذا بدك تحطي دوب للكونتيتي، يعني بدك مثلا انت وصفتك بدها ملعقتين صغار مايونيز بتحطيهم مايونيز قليل الدسم، ساعتها كانك حاطه ملعقه واحده من العاده. اوكي معي ملعقه صغيره من العاده. اوكي فاين. شفتي ها قلبك كبير بزيع الكل. هلا هون رح نرجع ننتقل ل صلصة الصويا. صلصة الصويا مشكلتها الأساسية الملح. هي الملح. حتى الأصناف اللي هي تعرف باللايت أو اللو صوديوم أو اللو صوديوم بضل فيها كتير، يعني كمان بالملعقة صغيرة عندك 500 ميلي جرام من الصوديوم. قد ما لازم تاخدي بالطبخة كلها، وأوقات نحن مثلا هيدي الكمية بناخدها كلها على كم حبة فوشي كم حبة راحي. صحيح. وعندك مقابي لصلصات تانية أحسن بس مش كل الناس بتحبها. عندك الورسستر صوص اللي هو شبيهة بالشوي شبيهة بالصويا، يعني عندها نكهة الصويا بس داخل مع خل أكتر، داخل مع أوقات بحطوا له نوع من الدبس، نكهة الدبس، التمر الهندي، بيحطوا أوقات أنشوا، يعني بيزيدوا الأصناف لحتى يخفف قطع مع الصيني أكتر. ما هيك هي تقطع مع الصين. في كتير هلا بالاطباق عم بيصيروا بيزيدوا ملعقه صغيره من هالورستشير صوص لينكه الاكل من دون ما انت تكتري من الصويا، وبتعطي طعم كتير قويه. اذا بدك شم ريحه قويه، ريحتها قويه هي لحالها. ريحتها اقوى. ريحتها اقوى مثلا هون بس لقلت المكونات. مثلا هون حاطين فيها خل، حاطين فيها دبس، حاطين فيها شوية صويا، بس حاطين فيها مثلا بصل، حاطين فيها ثوم وبهارات بالإضافة للأنشوا يلي حكينا عنه الأنشوفيز والتمرند أو نوع
التمر الهندي يعني شوي. فكل هذه بتعطيك نكهات قوية، ما بتضطر تحط كتير، تعطيك الطعمة اللي انت بدك اياها. هون هيدي كتير مفيدة لنستعملهم خلال الطبخ. وليلي محبي الحر عندي، لأنا ما بنتمي لألون ولا أنا، لأنه بحرحر كتير. الناس اللي في أشخاص كتير حساسة على نكهة الحر وبتحرحر كتير، بس في عالم عايشين على الهوت سوس خاصة الأكل الهندي. صحيح، هذا أبدا. وهون الهوت سوس اللي بدنا نقوله أو الصلصة الحرة مفيدة غيدا، لأنه هلأ كل الدراسات عم تحكي عن الفلفل الحار أو ما يعرف بالكابسايسن، هيدا المادة الموجودة بالفلفل الحار لتداوي التهابات، لتداوي مشاكل صحية. فيلي بيتحمل ما يأثر إلا الأشخاص اللي طبعا عنده مشكلة بالحرقة أو قرحة، طبعا ينتبهوا كتير. صحيح، فهون يعني بيكلوا ساعتها إذا بيحبوا، بس بيكلوا بكميات قليلة. وهون طبعا الأساسي أو إذا بديك المكون الأساسي هو الريد بابر أو الفلفل الحار، بالإضافة للخل بيزيدوا له طبعا، بيخلطوه مع خل مع ثوم وبعض المواد الأخرى لحتى يكمشوا مع بعضهم. ليه في ناس غرامهم يعني، قد ما كانت الكمية كبيرة كتير بيحبوا بينبسطوا بالحر. أنا إذا فتحت الطبخة وكبيت فيها شوية حر حس فيها دغري دغري. كيف حسيت؟ ما خلص، لانه بتعرفي كمان قله العاده وخلص واحد بصير معدته حساس، وبعدين يلي ما معود على طعمه الحر دغري بحرحر بكميه قليله. هلا انا وياك غيدا رح نجرب نعمل تارتار صوص. يلا، لانه التارتار صوص كمان من الصوصات اللي كثير محببة. الأصل الأساسي فيها هي المايونيز. هلأ نحن رح نجرب نغش، في عنا عدة طرق نغش فيها. فينا نستعمل طبعا الساور كريم، فينا نجيب ساور كريم كمية الفات فيه أقل، فينا نجيب لبنتنا. ايه مزبوط، هيدي الساور كريم الكذابة مثل ما بيسميها حسين. وهون أنا اللي بدي أقول اللبنة عنا مع التارتار صوص قد ما فينا نجيب نوع مش حامض، يكون محلون لحتى ما يطغي على طعمه المايونيز. بس يعطيها هيك كميه طاقه من دون ما يعطي سعرات حراريه. منبلش؟ يلا يلا، لكن رح اعطيك يلا خلص شغال، بتركها لغيدا بالدوزيت. هلا انت بدك انا اذا بتعطيني الدوزيت تحت اعين ملايين المشاهدين. اذا بتعطيني الدوزيت بركع هيدي انا بتركي عاي بعد. هلا انا رح اتكل عليك تجربي بليز. اتكلي علي بس بالخلط، بس ما تتكلي علي بالدوزيت، انا مجرمه مايونيز. طب خلينا نعطيك، خلينا نجرب عشان نعمل نص بنص. شوفي ححط يعني الملعقه الصغيره والكبيره. صحيح، يعني خلينا مثلا نعمل ملعقتين صغار من المايونيز مع ملعقه كبيره من اللبنه. انا بالمقابل رح اجيب لك الكورنيشون او الكبيس او الكبيس الصغير اللي هيدا هيك منيح، هيدي صغيره كثير الملعقه. ايه هي الملعقه صغيره، انه ملعقه صغيره معرمه، بس هي شوف شو صغيره، هي الملعقه اوريدي صغيره صغيره. طيب قالي هيك منيح ولا قالي منيحه؟ ماشي الحال ماشي الحال، قلبك كبير انت بعرف. ورح نزيد عليها البيكلز او الكورنيشون. ايه الكميات الصغار، والهيدي مع السمك ما في اطيب منها. صحيح، وكثير مهم للطعم غيدا انه نجيب هيدا الكبيس الصغير، لان هو اللي رح يعمل كل الفرق بالتارتار. منيح هيك اللبنه منقطعهم كتير صغير. ايه برافو، شفت كيف كثرت اللبنه. هلا اكيد فينا نزيد كمان ثوم، منزيد نقطه ملح اذا بدنا، بس هو لانه الكبيس مالح صح ما بتصور. ايه ما هيك ما بيعوش. مخلط لك يلا خلطي، بس يلا. تجي لعندي هلا كمان لنرجع نزيد عليها الكورنيشون. حطيت انا قصيت اثنين، بس فرجيني الكميه اللي عندي. ايه بزياده على الكميه اللي حطيتها، بزياده اثنين حبتين من الكورنيشون. يلا جربون. يلا ها سقطي ايه لحتى نسقطهم. اوكي، فهون عنا شفتهم بالعاده حسين بفوت بكادي. ايه هون تارتار صوص بتكي، هيدي تارتار صوص خفيفه خفيفه خلطنا، لكن اذا مزبوط عملت غيدا. لا مزبوط شهود يعني. لكن قلي لنا ملعقتين صغار من المايونيز. ايه وملعقه كبيره من اللبنه. هلا اذا بدنا نخليها هيك تعطي نقطه هيك طعمه هيك زياده، فينا نحط نقطه خل. بديك يلا يلا، ما في مشكل، ما رح احط كثير، بس هالقد. اوكي اوكي، طبعا هيدي لاحظت انه انت حطينا نحن مايونيز ملعقتين صغار، يعني شوف قديش الكميه طلعت. ماشي
تصوري انت عم تاخذي التارتار صوص الاصلي اللي هي كلها مايونيز. مايونيز بقى بس بهاي الملقعه نحن طفي ضميري انا وعم باكل يعني تارتار. بتحطي كميه كثير قليله. ايه مثلا هل حطيت انت ملعقه كبيره لبنه او ملعقه كبيره لبنه؟ لا ملعقه كبيره. كنا نزيد اذا بدنا شوي بدي حتى يبركوا اكثر ونرجع نذوقهم. يلا ها بدك تذوقي لنا اياها. يلا هلا نذوق. نعم رح جرب. جربي. بدك لا فيك تقولي لي مثلا ناقصها بعد مايونيز انه فينا فيني يكون بس انه فيك تقولي بقدر اتقبلها باصبعك. طيب لا يلا بالشوكه. ها بالشوكه بالسكينه معليه. بس شو هذا في عندك شيء بقلبك انت؟ في عندك طار حامل شو كيف حسيتي؟ يعني ما اشبه شيء بس بتحسي بطعمة اللبنة. لبنة ايه بس انه طيبة. اوكي بتقطع تقطع. لا لانه هلا ما طلع لي كورنيشون بس انه يمكن كورنيشون بملحها بهيك حالة. لا بدها شوكة بس حتى نزيد بعد كورنيشون. شو بعمل؟ رح ازيد بعد كورنيشون. ما هو هيك شفتوا حتى مايا ورودي قال ليش عم طعميني بالسكينة. حاملة طار جواتي شو بعرفني فيه. في عندها طار لانه بدي ذوقك نقطة صغيرة. خلطي لي لشوف بعد طلع لي كورنيشون. انا اخذته منيح انه كسرت شوي. كسرت اوكي. طيب هلا رح نعمل صوص ثاني يلي هي التزكي صوص يلي هي أوكي. صوص اللي عند جيراننا باليونان ويلي هي اصلا جيراننا باليونان. اوكي هي لبن او لبنه وبيخلطوا معها خيار مبروش نعنع بتشبه اللبن والخيار عنا إيه؟ بس بيستعملوا فيها لبنه بدل لبن لتكون كامشه. فهون رح ابرش انا الخيار. انت بهالوقت انا بحب كمان تعرفي اكثر مع التارتار بحب الكبيس العادي الكورنيشون بلاقيه كثير حد. اوكي ايه ليه لا؟ ليه لا اكيد إيه كل واحد بيعمل يلي بيريحه ويلي بحسه طعمته طيبه. هلا انا هون عم ببرش لك الخيارات. طب وين عم ببرشها مع ال وين الفيلي السمك المقلي؟ طيب غطعة قلبها كارلا. هيدي نترك شاف حسين يعمل لك اياها عزيزتي. مين ايه شو بدك هلا هالوقت بس تلاقي لنا ما تبقى من اللبنه لحتى نعمل التزاتزيكي صوص. هيدي لبنه هيدي شو هيدي الثور ولا اثنيناتهم لبنه؟ لا اثنيناتهم لبنه عم بقول انا اثنيناتهم لبنه. لا ما جبت ثور كريم لانه نحن بدنا نجرب الطعمه بال ايه لبنه صح؟ صحيح ما عم باخد هلا عيارات ماشي خلص حطيتهم كلهم. لا حطيها كلها اذا بدك الكاسه وانا رح بالمقادير حطوا الباقي من المتبقي لبنه. هون ما في مايونيز ونحن هون ما عم نغش ابدا. اوكي قد ما بدنا. هيدي كمان صوص كثير هيدي كثير صرت عم حط خلص بكفي بدك بعد اذا بدك. هلا فينا نعملها كلها. بدك فينا نعملها كلها؟ فينا نعملها كلها ما رح ناكلها مع شيء. لما رح نحطها مع الخيار قربت اقلي. طيب اوكي لكن بناكلها لحالها. خارج وحدي لا إنو. هي فيك تاكليها لحالها بس هي مع بتتاكل صوص يعني بتتاكل مع لا ما هيدي هي مش هيك عم بقول انه ما بدنا نكسرها. بتتاكل مع ستيك مع اي كبه مع الكبه بالصينيه مع كبه. ايه هي طيبه مع الكبه بالصينيه. بفتكر صار عندي كميه كافيه. ايه صار عندي كثير. رح زيدهم طبعا. فينا نزيد كمان بصل فينا نزيد ثوم للي بحب وانا عم بحط كمان شويه شومر كثير طيب معه. فينا نحط نعناع بس بعرف انه غدا لا حطي نعناع. لا مش مشكله انا ما بحب بتفضلي الشومر او النعناع ما بيأثر عم بخلط مش مشكله. ايه مش رح هلا مش رح ليك شو حلو شكله. ايه حلو شكله. اوكي خلص حطيت شومر. بدك تحطي نعناع؟ ما رح احط نعناع خلص. هلا حرام شايف حسين بيحرم المشاهدين من الكاري ومن الحر ومن الفلفل الاسود مشانه. لا حرام هلا اليوم مش مشكله. هون اصلا ما رح نحط نوعين رح نحط يا شومر يا نعناع فالاشخاص اللي ما بتحب الشومر بتحط نعناع وهيك نختم بختام التزكي صوص نختم حلقه اليوم من خفيف نضيف. ميرسي حبيبتي. ثانك يو فيري فيري كيوت اسيستنت اليوم. ما شفتي ما اشطرني خلص اني تايم دقيلي. ايه انت دقيلي وقت اللي بدك. نحن بنرجع بنشوفك ان شاء الله الاسبوع الجاي بحلقه جديده ونهار الجمعه الجاي بالمطبخ كمان معك. حلقه جديده بالمطبخ. نهار حلو اكيد لك وللجميع. انا هون بختم معكم
واكيد راح نودع المشاهدين بقيه نهار كثير حلو مثل العادي كل نهار جمعه بنختم معكم بهالوقت. لا انتقالنا لمكه المكرمه لنكون مع وقائع صلاه الجمعه، صلاه مقبوله للجميع، نهار حلو للجميع. بكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت، عالم صباح جديد، باي باي. دقيلي هاي ورانا ايه ورانا ايه بنحكي ونفرفش ورانا ايه ورانا ايه.